السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا رب تكونوا بخير. ونكرم عليكم النهارده ان شاء الله هنصور حلقه جديده من برنامج تحليل طبيه والعصر 4. هنتكلم عن الانتربريتيشن الاخير في الانميات، وهنتكلم النهارده عن نوع جديد من الانمي هو نوع الماكروسيتيك انمي. كلمه ماكروسيتيك معناها كبير، معناها ان الخليه بتاعتي حجمها كبير. لما جينا ندرس نوع الانمي دوت قال لك اللي هي بتتميز ان السيتوبلازم بتاعها بيكون غير متناسق مع النواة اللي موجودة. يعني لو قلنا السيتوبلازم بتاع المرحلة اللي هي ستيج 3 هتلاقيه موجود في الستيج 4، والستيج 4 هيكون موجود في الستيج 5 وهكذا، تمام؟ يبقى بتتميز ان السيتوبلازم ده غير متناسق مع النواة. كمان بتتميز عندي ان حجمها بيكون كبير. اتقسمت انيميا الماكروسيتيك لنوعين، نوع اسمه ميجالوبلاست ونوع اسمه نان ميجالو بلاست. الميجالو بلاست بتاعتي اتقسمت عندي لحاجتين، فيتامين بي 12 وفوليت ديفيشنسي، تمام؟ يبقى عندي اتقسمت لايه؟ لفيتامين بي 12 وللفوليت، تمام كده؟ طيب النان ميجالو بلاست اتقسمت عندي لانواع كتير، منها الليفر ديزيز، منها الالكوهول، تمام؟ منها الهايبوثايروديزم، تمام؟ دي انواع كتير عندنا. طيب تعالوا نكمل نفرق ازاي ما بين الميجالوبلاست والنون ميجالوبلاست. اول حاجه هتلاقي الام سي في بتاعتي في الميجالوبلاست اللي هي فيتامين بي 12 والفوليت اكبر من 110، تمام؟ طب النون ميجالوبلاست اصغر من 110، تمام كده؟ يبقى عرفنا ازاي هنفرق ما بينهم. طب اصلا الماكروسيتيك قالك ان الماكروسيتيك بتاعتي هتلاقي الام سي في بتاعتي اكبر من 100، يبقى من 100 ل 110 نان ميجالو بلاست، ومن 110 وانت طالع ميجالو بلاست، تمام كده؟ طب لما نيجي نعمل الهيموجرام بتاعنا هنلاقي عندنا بانكوسايتوبينيا. يعني ايه؟ يعني انخفاض في معدلات الدم اللي هي الهيموجلوبين، الار بي سيز، البليتلت، الوايت بلاد سيل. هتلاقي البلاد اندكس بتاعتك الام سي في عاليه، الام سي اتش عاليه، الام سي اتش سي نورمال، تمام كده؟ طيب ايه كمان عندنا؟ لما اجي اعمل الخلايا الشبكيه، الخلايا الشبكيه بتاعتي هلاقيها قليله او طبيعيه، لكن في الاغلب بتكون قليله. طيب لما اجي اعمل البلاد فيلم عندي هلاقي ايه بقى؟ هتلاقي حاجات كتير، منها اول حاجه الهايبر سيجمنتد. الهايبر سيجمنتد هو نوع من خلايا النيتروفيل اللوبد اللي جواها، احنا المفروض النيتروفيل الطبيعي من 3 ل 5 لوب، هي يعني فيها فصوص من 3 فصوص ل 5 فصوص. الهايبر سيجمنتد من 5 فصوص وانت طالع فوق. دي بتظهر في حاله ايه؟ قال لك بتظهر في حاله الماكروسيتيك انيميا في الميجالو بلاست، تمام عندي؟ طيب ايه كمان؟ قلنا الوايت والبليت هتبقى قليله عندي، هشوف عندي كمان التارجت سيل، وده نوع من انواع الخلايا اللي بتظهر عندي في الامراض، زي ما قلنا هتلاقيها في انيميا الحديد، وهنا كمان معانا في ايه؟ في الماكروسيتيك انيميا. في حاجه اسمها الهولي جولي بادز، تمام؟ دي شكلها عامل ازاي؟ عباره عن دوريه كده وفي نقطة. دي خلية من خلايا موجودة عندي بتظهر في ايه؟ في الماكروسيتيك انيميا، تمام؟ طيب اتقسم عندي. تعالوا كمان قبل ما نقول التقسيمة اللي معانا نشوف شكل الار بي سيز عامل ازاي. في الميجالو بلاست اللي هي فيتامين بي 12 والفوليت هتلاقي الشكل الار بي سيز يقول لك تيبيكال اوفل، يعني شكلها ايه؟ بيضاوي، تمام؟ النون ميجالو بلاست هتلاقي الار بي سيز بتاعتي يقول لك راوند مدور، تمام؟ ده الاختلاف ما بين الشكل. تعالى نقرا كده السكيما اللي احنا عاملينها. لما نيجي نفرق بين الفيتامين بي 12 والفوليت اللي هي الميجالو بلاست، هتيجي تعمل تحليل فيتامين بي 12 هنشوف هتلاقي فرق. انيميا فيتامين بي 12 هتلاقي الفيتامين ايه؟ قليل، وهتلاقي عندك الفوليت طبيعي. والعكس لما تيجي تعمل الفوليت هتلاقي عندك فيتامين بي 12 يا اما طبيعي يا اما هاي، وعندك الفوليت قليل. لما اجي اعمل البون مارو بتاعي اخد عينه من البون مارو هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي هايبر سيل، وهلاقي عنده ايه؟
مجاله بلاستيك، هلاقي الخلية حجمها كبير. ولما اجي اعمل بلوجن هلاقي الاندايركت بلوجن بتاعي عالي. طبعا بقى هي ليها شرح كتير الماكروسيتك، يعني تتكلم بالتفصيل عنها. ده كان الانتربريتيشن الخاص بالانواع وسكيما صغيرة كده اللي هي بتحط رجليك على بداية الطريق، وانت المفروض بقى تاخد كل نوع من دول وتروح تدور على الداتا بتاعته والمعلومات الخاصة بيه. ده كان فيديو بسيط عن الماكروسيتك انيميا، اتمنى ان هو يعجبكم، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج التحليل الطبي العصر. لو عجبك الفيديو اعمله سبسكرايب، وما تنساش تضيف صحابك معانا على الجروب وتعمل لايك للفيديو بتاعي. السلام عليكم. باي.